بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. منتخب مصر بيقدر يطلع بنقطه قدام منتخب اسبانيا في افتتاح الاولمبياد وافتتاح مباريات الاولمبياد في كره القدم. الحمد لله رب العالمين، قدرنا نطلع بنقطه ثمينه جدا من منتخب اسبانيا مرشح لنيل الذهبيه. قدرنا ان احنا نقدم مباراه دفاعيه جيده جدا وسط تهكم وسخريه كبيره جدا من مشاهدين مصريين كانوا بيتفرجوا على المباراه، فاهمين ان احنا بنلعب بيس او بنلعب فيفا، ممكن نجاري منتخب اسبانيا وممكن نعمل جيم هجومي على منتخب اسبانيا، ومحتاجين هنا نعمل طيب اوت. معلش يعني معلش، لو دورت على الخريطة الكروية هتلاقي ان منتخب مصر مش مصنف عالميا ولا منتخب مصر الاول في افريقيا، فطبيعي انك لما تنزل تلعب مدرسة اوروبية قوية جدا زي المنتخب الاسباني هتعرف حجمك وتنزل تلعب مباراة دفاعية بتعتمد فيها على هجمات المرتدة، وبتعتمد اغلب الوقت انك تطول المباراة وانت متعادل 0-0 علشان خاطر يا تخسر بنتيجة قليلة يا ما تعملش سكور. انما انت هتنزل تهاجم المنتخب الاسباني وتنزل تعمل جيم مفتوح قدام المنتخب الاسباني، ده معناه انك مدير فني معلش مغفل. وكابتن شاوي غريب راجل مش مغفل، كابتن شاوي غريب عارف كويس قوي هو رايح يعمل ايه في الاولمبياد. من وقت اختياره للثلاثي الكبير محمد الشناوي واحمد حجازي والونش كان مبين للناس ان احنا يا جماعه هنروح نلعب على قد كورتنا وعلى قد امكانياتنا وكورتنا. بيقولوا ايه؟ نروح نلعب مباراه دفاعيه قدام منتخب اسبانيا، نلعب مباراه دفاعيه برضو قدام منتخب الارجنتين، ونحاول نلعب مباراه كويسه قدام منتخب استراليا، بس لا اكتر ولا اقل. لانك لو بصيت برضو على الدور الثاني فهتلاقي ان انت المجموعه اللي انت هتلاعب فيها الفايزين اللي هيصعدوا فيها البرازيل والمانيا، فانت حتى لو صعدت محتاج ان انت تلعب مباريات دفاعيه. فكابتن شاوي لما بيلعب النهارده مباراه دفاعيه قدام منتخب اسباني بيضم 6 من العناصر اللي شاركوا في اليورو الاخير مع لويس انريكي، لا احنا محتاجين نتكلم ونقف ونعظم تعظيم سلامنا الراجل ده على المباراه اللي عملها النهارده. مباراه دفاعيه جيده جدا جدا، 5-4-1 كويسه جدا. كان اعتمادنا على رمضان صبحي في الحاله الهجوميه هو وطاهر محمد طاهر، وللاسف الشديد فشلنا في الاعتماد عليهم لان رمضان صبحي كان زي اي حد بيخاف من المواقف الكبيره وبيخاف من المباريات الكبيره، المباريات الاكبر منه هو شخصيا. رمضان صبحي القوي جدا في الدوري المصري ده فشل رهيب جدا في انجلترا. ليه؟ علشان قطر كان فيه ضغوطات اعلى منه. النهارده لما كان فيه ضغوطات اعلى منه جوه الملعب وكان فيه لعيبه اكبر منه بمراحل جوه الملعب، الموضوع كان صعب جدا على التاقلم، فبالتالي كان واحد من اسوا اللعيبه جوه الملعب النهارده. بعكس لعيب زي اكرم توفيق، لعيب الروح اللي عنده اهم حاجه بالنسبه له في الملعب. انا مش جاي استعرض، مش جاي اعدي واحد على واحد، انا راجل قاطع كرات، وراجل كان مميز جدا وسط نص ملعب فيه بدري وداني سبايس ومورينو، يعني الراجل يحترم جدا 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 على الاداء اللي قدمه النهارده هو واحد زي امام عاشور الشوط الاول. وكمان برده خط الدفاع الثلاثي حجازي والويش واسامه جلال عملوا مباراه اسطوريه حرفيا، وتحتيهم طبعا محمد الشناوي اللي اعطيهم قوه كبيره جدا. محمد الشناوي بيرد على نفس الكلام اللي كان بيتقال حوالين ان انتوا انتوا محمد صبحي ومحمد صبحي كان لازم يكون موجود، لا احنا جايبين منتخب دفاعي بنحاول نعتمد على هجمات المرتده قدر الامكان يا ما نخسرش سكورات، بس ده احنا رايحين في الاولمبياد بنعمل كده. اما احلام حضرتك انت ان احنا نلعب كره هجوميه وكره مفتوحه قدام الفرق دي لا، فبالتالي لما تطلع متعادل النهارده قدام منتخب اسبانيا هتعتبره انجاز. في ناس ثانيه هتعتبر ان دي كانت طريقه بيض شويه وايه القرف اللي كابتن شاوي بيعمله ده، بس عندك حاجه تانية ممكن تعملها غير كده كانت متاحه وكابتن شاوي ما عملهاش. لا، هو المنطق والواقع بيقول انك لازم تروح تعمل مباراه دفاعيه على منتخب اسبانيا، والحمد لله رب العالمين ان المنتخب الاسباني فيه افك ان هو ما عندوش لعيب 9 محترم، هو بيعتمد على داني اولمو، بيعتمد على ماركو اسانسيو اللي في اسوا فورمه ليه حرفيا من اول ما بدا كوره، اساسه مش لاقي نفسه خالص. سيبايوس اللي كان واحد من افضل لعيبه في الملعب الشوط الاول بعد اصابته والتدخل معاه لطاهر محمد طاهر اللي فيه كلام كتير جدا ان الكوره تستاهل طرد، لا تستاهل فاول، ما ينفعش انك ترجع للفار وتدي انذار. انا مع اني شايف ان الكوره بتاعت ابو الفتوح الاولى اللي دخل على منجيزه كانت هي اللي تستحق الطرد اكتر من الكوره الثانيه بتاعت طاهر، لان طاهر ما يقصدش عكس ابو الفتوح اللي دخل فيس تو فيس في منجيزه وهو اعترف من الكلام اهلاوي وزملكاوي، لا والله اطلاقا. الموضوع كله موضوع ان دي حالات تحكيميه فيها جدل وحالات، لو المنتخب المصري كان اتطرد منه 2 الشوط الاول كنا نشيل قبح. بس بعد خروج داني سيبايوس المنتخب الاسباني بان ان هو مش الفريق القوي جدا، وبان ان هو نص الملعب انهار تماما مع خوف بدري. بدري خاف من كل الضرب اللي كان شغال جوه الملعب ده، خاف لا يتصاب، وفعلا اكرم توفيق عطاه واحده كده من تحت الترابيزه اول ما نزل اللي هو راح مدخل معاه التحام، بدري راح واخد نفسه كده نرجع لورا شويه ونلمها ونطلع سلام، مش مهم نطلع تعادل المهم نطلع سلام. والمنتخب المصري قرر ان هو محتاج ان انا اعمل تغييرات، وعملنا فعلا تغييرات، والراجل كان موفق جدا بتغيير ابراهيم عادل وكمان تغيير عمار اول ما نزل فرق جدا مع منتخب مصر، لان كان واضح جدا ان امام عاشور خلاص تعب جدا وجاب اخر. بس التغيير اللي كابتن شاوي اتاخر فيها تغيير كريم العراقي، لان كريم العراقي كان برده باين ان هو تعب جدا من بدري، بس الحمد لله منتخب اسبانيا حتى لما نزل فيرود الطويل بتاعه ده
الواحد ما خافش والواحد ما قالش، بس المشكله كالعاده انك بصيت على اللحظات الاخيره، خفت جدا بصراحه بعد الكره اللي عدت من احمد حجازي، بس الحمد لله التوفيق كان من عند ربنا لينا، والكوره راحت في المكان اللي واقف محمد الشناوي علشان خاطر نطلع في مباراه ومستحقين فيها ان احنا نتعادل متعادلين، فالحمد لله انا مرضي. انت مرضي؟ لو مرضي اعمل لايك، لو مش مرضي فاقول اي حاجه معلش يعني.